أهلا بكل متابعين تلفزيون اليوم السابع. وفي خبر عاجل وحزين الحقيقة، أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج طبعا الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم وفاة الفنانة الجميلة والقديرة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، ربنا يرحمها. ونستاذنكم تدعوا لها وتقروا لها الفاتحة. الحقيقة يمكن امتد المرض ليه قرابة تقريبا بنتكلم في 4 شهور، طبعا اثر اصابتها بيه فيروس كورونا. بعد التعافي يمكن كان فيه مضاعفات للمرض. الحقيقه انه الاعلامي رامي رضوان كتب على فيسبوك نعي للجميله دلال عبد العزيز، كان بيقول ان هو ما شافش منها غير كل خير وربنا يغفر لها ويرحمها، وبيقول يجمعنا مع بعض في الاخره. بيكتب لها رساله بيقول لها عايزه اقول لك انك هتلاقي مفاجاه حلوه مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسالي عليه، هتوحشين قوي يا امي، ربنا يجمعنا مع بعض في الاخره. ايضا الفنان حسن الرداد كمان اعلن نفس الخبر، خبر وفاه الجميله دلال عبد العزيز، وقال والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمه الله تعالى حماتي وامي الغاليه الفنانه الكبيره والقديره دلال عبد العزيز، اطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الاخره. برضو قال نفس المعلومة أو نفس الكلمة اللي حقيقي وجعتنا كلنا، عايزة أقول لك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخر. الحقيقة إنه خبر الوفاة يعني أعلن الآن في هذه اللحظة، وإحنا بنطلع معاكم في تلفزيون اليوم السابع دائما بالعواجل، وهو قد كان إحنا مع حضراتكم وبنعلن خبر وفاة دلال عبد العزيز اللي ما كانش نفسنا خالص إنه إحنا نعلنه. كان عندنا أمل في الشفاء كبير، قرابة 4 شهور زي ما كنت لسه بقول. طلعت إشاعات كتير، وأنا من المرات بالنسبة لي أنا طلعت كذا مرة ونفيت الشائعات، وكنا بنقول نستأذنكم تدعوا لها بالشفاء وبالعافية، وكان عندنا أمل في إنها ترجع تنور الشاشة مرة أخرى، ترجع لكل أحبابها. مش كلام مكرر ولا حاجة، بس حقيقة فنانة دلال عبد العزيز عرفت بإن هي مجاملة جداً، ست طيبة، ست فعلا بتشبه لأمهاتنا كلنا وبتشبه للناس اللي احنا بنحبهم في أسلوبها وفي طبيعتها الحلوة وفي طريقة كلامها العفوية وفي أدائها طبعا المتفرد على الشاشة في كل التفاصيل. ففي فترة عياها دي كنا بنشعر إنه حد من المقربين لينا عيان، حد من اللي بنحبهم تعبان، فكنا طول الوقت لما بنسمع خبر بعد الشر وحش كنا بنتمنى إن احنا نكذبه وما صدقوش. عشان كده كنا بنطلع فعلا واحنا زعلانين قوي هنا في تلفزيون اليوم السابع، انه لا ما حدش يقول حاجه وحشه على دلال عبد العزيز، دلال عبد العزيز كويس. وكنا حتى بنكتب كده في العنوان للفقر انه دلال عبد العزيز بخير، وكنا بنحاول دايما نتواصل مع اي حد من نقابه المهنه التمثيليه انه يطمن عليها، بنسال اي حد من احبابها نطمن بس ان هي بخير وبنطمنكم. لكن بكل أسف يعني المشيئة والأقدار ليها دائما أقوال أخرى يعني. طيب كان كمان الفنان الراحل سمير غانم رحل عن عالمنا من أسابيع، وكلنا عارفين إن هو متأثر بيه برضه بالإصابة بكورونا. إحنا طبعا عارفين كلنا أيضا دلال عبد العزيز يمكن توفيت حتى يعني حتى وفاتها وهي ما تعرفش بيه خبر وفاة سمير غانم، وكان الأقاويل كثيرة جدا إنه شريكة عمره حبيبته ما حضرتش ليه جنازة، ما حضرتش ليه غسل، ما خدتش عزاء كده زي ما بنقول، و بتهيألي كده يعني طلاقه زي ما كتب فعلا حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، الأحباب طلاقوا في هذه اللحظة. زوجته الفنانة دلال عبد العزيز طبعا زوجة الرائع القدير ربنا يرحمه كمان سمير غانم، واجهت متاعب صحية كتيرة طبعا بعد التعافي من فيروس كورونا، وده بنشوفه لناس كتيره جدا، يمكن هي من النماذج الواضحه جدا في المساله دي. ساب اثار على الجهاز التنفسي والرئه، ويعني كانت دي النهايه. في نفس السياق برضو خلينا اقول لحضراتكم انه الفنان حسن الرداد اكد ويعني انها فينا عيوب. طبعا حسن الرداد زوج الفنانه ايمي سمير غانم، اكد اللي اعلنه رامي رضوان من شويه قبل قليل بخصوص وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. خليني أقرأ لحضراتكم مرة أخرى الرسالة اللي سابوها لها، اللي فيها طبعا بيعلنوا وفاتها وفي نفس الوقت ساب لها كلمتين كده من القلب للقلب زي ما بنقول. حسن الرداد بيقول أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك
ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة. ما زالت الفنانة لعبد العزيز بتشغل القلوب وعقول كل محبيها، ويمكن الفترة الأخيرة أملا في شفقها زي ما قلت، أملا في إنه الموضوع ما يصعبش أكتر من كده على البنات، على دنيا وإيمي سمير غانم، لأنه كانت الخبطة الأولانية زي ما بنقول أو الخبر الأول بوفاة سمير غانم كانت قاسية جدا. كان عندنا أمل إنها ترجع لهم مرة أخرى، ترجع لحياتها حتى لو كانت حياة منقوصة. وبيتهيألي كان هما شايلين هم فكرة إن هي تعرف إزاي بوفاة سمور الله يرحمه، سمير غانم اللي هو توأم روحها وشريك حياتها وحبيب الجميع في الأساس كمان. كنا متأكدين إنها هتعيش فترة من أصعب فترات حياتها، مش بس لأنها طالعة من معاناة فترة طويلة بتمكث في المستشفى، قعدت كتير جدا في المستشفى ومش يعني تحت الإشراف العادي، لا في عنايات مركزة وفترات قاسية. وكانوا فعلا رامي رضوان، حسن الرداد، دنيا إيمي سمير غانم، الاثنين كل دول بيتابعوها طول الوقت، بيطلبوا مننا احنا ندعي لها. وكان طول الوقت الاسره دي في حاله مرتبكه وفي حاله صعبه، وده كان واصل لنا جدا لدرجه لسه كنت بقول ان احنا بنشعر ان احنا حد من افراد الاسره، احنا طول الوقت قلقانين وخايفين يطلع خبر زي ده. دليل عبد العزيز الحقيقه فعلا عانت من نقص في الاكسجين، اثر على نشاط بعض الاجهزه الحيويه في الجسم، وبالتالي وصلنا للخبر الصعب ده. مش محتاجين نقول انه كل حضراتكم سمعتوا فتره من فترات على بوستات الفيسبوك انه رامي رضوان او حسن الرداد بيهتموا بيها جدا، بيشعروا كانها امهم. نفس الكلام مع الله يرحمه سمير غانم. فابتدت موجه من الاقاويل انه ده طبيعي، انه طبيعي انا اعامل حماتي بهذا الشكل، لان حماتي يعني ام، حماية يعني ابويا. والحقيقه انه ده حقيقي، لكن الشخصيتين دول كمان متفردين قوي. يعني سمير غانم، دليل عبد العزيز الله يرحمهم ويحسن اليهم، شخصيات فيها طيبه، فيها خفه دم، فيها روحهم حلوه، فيها ان هم وشهم حلو على الشاشه والناس بتحبهم والناس بتحب تشوفهم، بتحب تعرف اخبارهم. تستشعر انه سمير غانم ده مش بس عشان بيربطك بيه على الشاشه الكثير من الافيهات اللي انت حافظها او الكثير من المشاهد اللي انت بتتاثر بيها، لكن كمان على المستوى الانساني احنا بنحبه، احنا بنحب الاسره دي كلها في كل الاحوال. فبنستاذنكم تدعوا لهم بالصبر بالسلوان على الابتلاءات اللي ورا بعض دي، اللهم الاعتراض طبعا في كل الاحوال، لكن موت الاب كسره، موت الام وجع، يعني موقف لا يحسد عليه. يعني طبعا خالص العزاء لدنيا سمير غانم، لإيمي سمير غانم طبعا، لإعلام رام رضوان والفنان حسن الرداد ولكل وسط الفن، لكل محبين هذه السيدة الطيبة الرائعة القديرة اللي مش بس كلام مكرر ومعاد تاني، اللي ما غابتش عن ولا عزاء، اللي ما غابتش عن ولا واجب، المحبة لكل الناس، لكن يعني ربنا اختارها وده القدر وده النصيب. أستأذنكم تدعوا لها، تقروا لها الفاتحة واحنا مع بعض دلوقتي، وأي مستجدات في الموضوع ده بنتابعه مع حضراتكم بالتأكيد. بنشوف حتى لقطات، يعني وأنا مع حضراتكم كده حتى أنا بشوف معاكم على الشاشة لقطات لدنيا سمير غانم. العزاءات كثيرة دي أعتقد من عزاءات مختلفة، كانت يمكن كانت الثلاثي أعتقد ده ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، طبعا رجاء الجداوي الله يرحمها، كانوا يعني الثلاثي ده صداقة قوية جدا وما يغيبوش عن أي مناسبة أو عن أي واجب. خلينا لو في لقطات تانية برضو نعرضها مع حضراتكم حتى لو فول سكرين، الشباب لو بيسمعوني خلينا نشوفها ونرجع مع حضراتكم. طيب اتفضل. كل اللي مدام رجاء قالته الله يرحمها، كانت جميلة وأخت وصديقة عزيزة لي قوي قوي، كانت بني أدم وإنسانة حنينة وطيبة وجميلة وحدانية، لكن إحنا كلنا كنا بنحبها وعشنا معها فترة مرضها الأخير ده. الله يرحمها، ما فيش في إيدينا حاجة غير إننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
مدام رجاء قالته الله يرحمها، كانت جميلة وأخت وصديقة عزيزة ليا قوي قوي، كانت بني أدم وإنسانة حنينة وطيبة وجميلة ووحدانية، لكن إحنا كلنا كنا بنحبها وعشنا معها فترة مرضها الأخير ده. الله يرحمها، ما فيش في إيدينا حاجة غير إننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هدوء يا جماعه عشان نسمع الدعاء بتاع هدوء. كل اللي مدام رجاء قالته الله يرحمها، كانت جميله واخت وصديقه عزيزه ليا قوي قوي، كانت بني ادم وانسانه حنينه وطيبه وجميله ووحدانيه، لكن احنا كلنا كنا بنحبها وعشنا معاها فتره مرضها الاخير ده. الله يرحمها، ما فيش في ايدينا حاجه غير اننا نقول انا لله وانا اليه راجعون. هدوء يا جماعه عشان نسمع الدعاء بتاع هدوء. طيب يعني شفنا مشاهد من عزاء حضرته الله يرحمها دلال عبد العزيز. الحقيقه احنا مش عارفين نقول ايه، احنا حزينه جدا، ويمكن يعني هتوحشنا قوي، هتوحشنا قوي على الشاشه، وهتوحشنا قوي في وجودها المتفرد، و يعني الله يرحمها، الله يرحمها ويحسن اليها، الكلمات بتضيع مننا، بس انا بتفرج دلوقتي عليها على الشاشه. الحقيقه حقيقي دلال عبد العزيز من الناس اللي انا بحس انا بتفرج على مامتي، يعني حد زميلتي جنبي بتقول مننا، انا فعلا بحس انها والدتي، بحس انها خالتي، بحس انها شخص مهما كانت يعني تدرجت في الشهرة وتدرجت في النجاح وعملت أسرة حلوة، يعني في الآخر يعني زوجة سمير غانم فنان مهم، هي فنانة يعني ناجحة ومهمة وقديرة، عاملة عائلة فنية كده زي ما بنقول، هي اللي خرجتها كده للشاشات يعني تحت إشرافها وتحت تربيتها، وفي الآخر لكن تحس إنها ما فيش أي حاجة اتغيرت فيها سوى إنها تبقى أرق وأجمل وأطيب بكتير مما كانت عليه، يعني النموذج الحقيقي للأم أو الجارة الجميلة زي ما شفناها كده بالضبط. هي شخصيتها هي في سبع جار، هي نفس الشخصية اللي دايما أفتكرها لها، يعني برضو ليها مواقف دايما جميلة، يعني لما تقول اسم دلال عبد العزيز تفتكر لها دايما المواقف الجدعة، المواقف اللي تبين حقيقي شهامتها وبشهادة كل الناس، يعني بشهادة كل الدايرة المحيطة بيها أو الوسط الفني، لأن هي هتلاقيها متواجدة مش بس في الأحزان، في الأفراح والأحزان. احنا دايما بنقول العزاءات أكتر لأنه الفرح هتلاقي كتير جامد، بس ده المواقف اللي تحب حد يقف في ظهرك قوي في الحزن أو لما تفقد حد. فعشان كده النهارده يعني واليوم اللي فقدناها فيه بنستأذنكم تدعوا لها، بنستأذنكم بالله عليكم تقروا لها الفاتحه اللي لسه بينضم لينا في هذا اللايف. احنا كنا بنتكلم عن اعلان الاعلامي رامي رضوان زوج الفنانه سمير غانم عن وفاه الفنانه دلال عبد العزيز. طبعا توفاها الله بعد صراع طويل مع المرض امتد، احنا بنتكلم في اربع شهور قاسيه جدا على هذه الاسره، اسره دلال عبد العزيز وسمير غانم. الفنان سمير غانم ما عداش كتير على وفاته، كنا قلقانين زي ما بنقول انه نسمع الخبر ده، وبقول انه الشهور دي كانت قاسيه جدا على الاسره دي، لكن توفاها الله وربنا اختارها. في نقطه مهمه قوي لما بنتكلم عن تفاصيل دلال عبد العزيز، احنا مش طالعين نقول الخبر وخلاص، احنا طالعين نتكلم في حب دلال عبد العزيز، طالعين ندعي لها. مستاذن اعتقد انه الفقره او اللايف اللي احنا طالعينه لحضراتكم ده عليه الكثير من متابعين اليوم السابع، ناس كتير يهمها يعني الأسرة دي، فنستأذنكم إنه على قد ما كانت هي ست جدعة وطيبة إنكم تدعوا لها. سؤالين نتكلم عن تفاصيل أكتر عن دلال عبد العزيز وفكرة سمير غانم وفكرة بدايتهم مع بعض، كيف التقوا، كيف التقوا هذا الثنائي اللي بيشترك في حاجات كتير على فكرة. جايز في الأول شفنا لقاءات كتير لسمير غانم كان بيقول إن هي مش شبهه في حاجات كتير، مش شبهه بإنه هو كان شقي شوية
سمير غانم الله يرحمه في صغره، كان شغاوي جواز، هو الراجل مش عايز يتجوز يعني، هو على كلامه هو مش حابب يتجوز، وهي كانت ست شرقاويه دليل عبد العزيز من الشرقيه، فواخده كل طباع الشرقيه الاصيله اللي هي كده ست تؤمن جدا فكره الاسره، تؤمن جدا فكره الجواز، تؤمن ان يكون ليها شريك حياه تاخد بالها منه وتعمل منه اسره حلوه. والحقيقه هي بقى يعني كانت حابه انها يعني ترتبط بسمير غانم، هي ما كانتش شايفه غير سمير غانم، الكلام ده على لسانها على فكره. هو الراجل مش عايز وهي عايزاه، هي خلاص هي قالت انا حددت الهدف وبالمعنى كده يعني، بالمعنى الحقيقي، انا مش بقول اي كلام، انا بقول المفردات تقريبا اللي هي استخدمتها في الكثير من اللقاءات. يعني لو قعدت تدور كده تشوف لقاءاتهم هتلاقي انه سمير غانم مش عايز يتجوز، مش عشان هي وحشه، هي كان بيقول هي كانت قمر وصغيره وانا اكبر منها بكتير وانا ماليش في الجواز، وهي مصره ان هي تتجوز، فقعدت كتير تحاول تحصل على سمير غانم، نجحت في الاخر. وعشان كده سمير غانم بيقول انها ست شاطره جدا، يعني ست شاطره مش فهي بس وصلت للهدف اللي هي الشخص اللي هي بتحبه. وعلى فكره لما تيجي تسالها الله يرحمها دليل عبد العزيز تقول لك هو ايه المشكله، ده هدف سامي جدا، انا حبيت شخص وصريت عليه وشاطره ووصلت في الاخر، والدليل انه في الاخر بتقول عملت اسره حلوه يعني. وبالمناسبه سمير غانم هو اللي دايما يقول ان هي اللي حافظت على الاسره دي، يعني هي اللي حافظت على الاسره، على قوامها، على انه يجيبوا أطفال أو بعد كده أولاد أو خلف سند ليهم، متفردين في كل حاجة، موهبتهم موهبة عالية، شاربين منهم حاجات كتير. عشان كده احنا بنقول إن أسرة سمير غانم هذه الأسرة كلها احنا مرتبطين بها جدا، وتحس إن الأجيال ممتدة وكلها أجيال ناجحة كلها. أنا ما افتكرش مثلا إن شفت مشكلة دلال عبد العزيز لسمير غانم إلا أولادهم دنيا وإيمي، ما شفت لهمش مشاكل، احنا ما نسمعش عنهم غير ان هم عملوا عمل ناجح، عملوا مسلسل مكسر الدنيا. انه مثلا ساعه خبر خطوبه وزواج دنيا سمير غانم، اخبار حلوه، اخبار فيها نضوج فني او فيها نجاحات فنيه او فيها اخبار شخصيه زي اخبار الوفيات دلوقتي بنحكي فيها او اخبار زواج او غيره، في ركوز وفي شاربين طيبة، ركوز في الفن ونضوج في الفن وموهبة فنية وشاربين الاحترام كده والهيبة الحديث وكل حاجة من بوتهم بوب يعني. فأنا مش عارفة أقول إيه الحقيقة، أنا بستدعي معاكم ذكريات كتير عن دليل عبد العزيز، عن سمير غانم، عن الأسرة اللي زي ما قلت إحنا بنحبها جداً جدا جدا جدا، وخالص عزائنا لكل محبين دليل عبد العزيز، خالص عزائنا للوسط الفني، لاصدقائه المقربين، للناس اللي كانت معاهم على الحلو وعلى المره كده زي ما بنقول، وخالص عزائنا لحضراتكم، بستاذنكم تاني بقول تاني وتالت تدعوا لها بالرحمه، والبناتها اكيد بالصبر والسلوان. طبعا موقف صعب جدا بندرك ده، 4 شهور يعني عاشوا معاها تفاصيل صعبة وكان عندهم أمل في الشفاء، لكن بالتأكيد يعني مشيئة ربنا فوق كل شيء، ربنا يصبرهم أمين. خلينا نشوف فيديو دليل عبد العزيز وحب نتكلم عليها ورحمة الله عليها، ويعني ملي عنا منها كده، ربنا يرحمها ويحسن إليها، ونرجع لحضركم مرة ثانية. إيه التالتة بتاعتنا؟ يعني أنا وميرفت رجع في كل مكان مع بعض، مش قادر أقول لك. عشت كام سنة؟ لا كتير. كنت متواصلة معها في الفترة الأخرانية على طول؟ على طول طبعا، لغاية ما دخلت العناية الكورونا. أنا مرضت على الفيصل معاها. شفتي مدام مرفت؟ يعني صعب، لحظة صعبة جدا يعني، إنه إحنا كنا متعودين بنروح نعزي مع بعض أول مرة. نيجي نعزي التالتة بتاعي، يعني احساس فظيع، صعب 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 قوي. الله يرحمه. انت مدام دلال كنتش بتفرقوا بعض الفترة اللي فاتت كلها مع بعض في اعياد ميلاد في افراح من اي مناسبة؟ كل المناسبات. حاسه دلوقتي فرقت عنها؟ يوميا بتجيلك تليفونات لازم يعني، وفي المره في اليوم مرتين وثلاثه كمان. وبعدين هي انا بتزعلني ان هي
جت علينا يوم بالليل كده قالت لي انا تحت بيتك انزلي عشان اشوفك، ده قبل ما تعيا بثلاث اربع ايام. والله فانا بس انا قلت لها انت بتهزري يا روجه، تحت فين؟ اسكتي الكورونا والبتاع ده، انا دخلت السرير خلاص. طلعت من بيتي راحت على ميرفت، طلبت برضه ميرفت، لقيت التليفون بتاعها مقفول، فقالت نامت. انا ما عرفتش يا ريت ما نزلنا. بطلي قوي انا دليت حضرتك صح وعملت طلعت على الكوب احنا طول لا فنانه وجميله وانسانه وخلوقه وملتزمه وفيها كل الصفات الحلوه وكل الناس زعلانة عليها قوي 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 وزعلانين ان ما لحقناش حتى نودعها يعني كورونا ده ايه الثالثه بتاعتنا يعني انا وميرفت رجعنا كل مكان مع بعض مش قادر اقول اكتر عشت كام سنه؟ لا كتير كنت متواصله معاها في الفتره الاخرانيه على طول؟ على طول طبعا لغايه ما دخلت العنايه في كره القدم انا وميرفت على اتصال معاها شفت مدى ميرفت؟ يعني صعب لحظه صعبه جدا يعني انه احنا كنا متعودين من بنروح نعزي مع بعض اول مره نيجي نعزي في الثالثه بتاعتي يعني احساس فظيع صعب 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 قوي الله يرحم الله يرحم انت مدام دلال كنتش بتفرقوا بعض الفتره اللي فاتت كلها مع بعض في اعياد ميلاد في افراح في اي مناسبه كل المناسبات حاسه ايه الوقت فرقك عنها يوميا في دفه تليفونات لازم يعني وفي المره في اليوم مرتين وثلاثه كمان وبعدين هي انا بتزعل ان هي جت علينا يوم بالليل كده قالت لي انا تحت بيتك انزلي عشان اشوفك ده قبل ما تعيا بثلاث اربع ايام. والله فانا بس انا قلت لها انت بتهزري يا روجه تحت فين؟ اسكتي الكورونا والبتاع ده انا دخلت السرير خلاص. طلعت من بيتي راحت على ميرفت طلبت برضه ميرفت لقيت التليفون بتاعها مقفول فقالت نامت. انا ما عرفتش يا ريت ما نزلنا. بطلي قوي انا دليت حضرتك صح وعملت طلعت على الكوب احنا طول قلت لحضرتك على طول فنانه وجميله وانسانه وخلوقه وملتزمه وفيها كل الصفات الحلوه وكل الناس زعلانة عليها قوي 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 وزعلانين ان ما لحقناش حتى نودعها. في حاجات كتير تتقال في اللحظه دي هي مجرد تاويلات، لكن احنا لو هنتكلم على المستوى الروحاني واحنا المصريين نؤمن بده جدا تتقال عادي يعني تتقال. انا ممكن نقرا المشهد ده ان هم رفيقين الدرب، ممكن تقول ان هم شريكين في كل حاجه. مجرد ما سمير غانم الله يرحمه مات فهي ممكن تكون لحقته، دايما نقول كده انه الاحباب، واكيد صادفت ده كتير لما تلاقي احباب مع بعض قوي في الدنيا لو حد منهم ربنا افتكره تلاقي التاني لحقه على طول. فلسفه ما اعرفش لها علاقه بايه، وعشان كده بدات كلامي ان هي حاجه روحانيه مش اكتر، يعني ممكن تفسر بهذا الشكل. جايز تحس انه رحمه من ربنا لدلال عبد العزيز ان هي ما كانتش حتى اخر لحظه ما كانتش تقدر تستحمل خبر وفاه سمير غانم، ونعلم جيدا ان هي كانت بتسال عنه على طول في المستشفى. يمكن ربنا ريحها من لحظه زي دي، يعني رغم انه في كل الاحوال مش بقول حاجه احنا كنا عايزينها تتشافى وتقوم بالف سلامه، لكن تحس ان هم فعلا لحقوا بعض. تحس ان هي ما كانتش تقدر تمشي من المستشفى الا ما يكون هو في ايدها، او ترجع البيت غير ما يكون هو قاعد مستنيها. اللحظات دي كانت مجرد سيناريوهات في دماغنا عن دلال عبد العزيز كلها تلاشت بمجرد خبر وفاتها. فتحس ان دي رحمه من ربنا، انه زي ما عايشوا في الدنيا مع بعض زي ما هيجتمعوا في الاخره مع بعض. وبتهيالي الفرق بين وفاه سمير غانم ودلال عبد العزيز شهور قليله قوي، احنا بنتكلم في كام؟ كده اربع شهور ولا حاجه يعني. فما اعرفش قريتها بهذا الشكل. الله يرحمها ماتت، ويمكن ما تعرفش ان حبيبها ساب الدنيا قبلها. لا حقيقه انه حقيقه صعبه عشان دلال عبد العزيز
خلال الشهور الأخيرة بعد وفاة صبمور الله يرحمه، وفكرة إخفاء خبر وفاته عنها زي ما قلنا علشان الحالة الصحية، أملاً يعني كنا عندنا أمل أنها تكون أفضل، إلا أنه زي ما بيقول الأقدار لم تمهلها أنها تعرف الخبر ده. ويمكن كان لسان حالنا في هذه الفترة أنه مش عايزينها تبعد، مش عايزينها يعني تتوفى، ومش عايزين نسمع الخبر ده على الإطلاق، لكن حصل. وبعتقد زي ما قلت انها كده يعني هتلاقي رفيق عمرها، هتلاقي حبيبها وشريك حياتها بدون ما تتألم من خبر الفراق. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون كانت هتكون قاسية عليها. خلينا نقول لحضراتكم كمان ان نقابة المهنة التمثيلية نعت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز اللي وفتها المنية من شوية النهاردة السبت بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 61 سنة. الحقيقة إيهاب فهمي هو طبعا عضو مجلس إدارة النقابة قال في تدوينة لي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقابة زي نعي كده من نقابة المهنة التمثيلية، من نقابة المهنة التمثيلية ومن جموع الفنانين بيانا والفنانة والإنسانة دلال عبد العزيز، وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا خبر الوفاة أعلنوا في المقام الأول وفي الأساس الإعلامي رامي رضوان زي ما قلت وحسن الرداد. وخليني أقول بالضبط اللي قاله رامي رضوان على فيسبوك، كتب: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إن لله وإن إليه راجعون. أرجوكم تدعوا له، تقروا له الفاتحة والدعاء له بقى. حسن الرداد كتب وقال: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة. عايز أقول لك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا أوي يا أمي وربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة. الوسط الفني كله هيفتقد دلال عبد العزيز، محبيها كلهم هيفتقدوها، احنا هنفتقدها. يعني يمكن خليني اقول لحضراتكم كمان عن حاجات وعادات ارتبطت بالفنانه الكبيره دلال عبد العزيز، منكم يعرفها منكم ما يعرفهاش. يمكن من اكتر من 25 سنه كانت دلال عبد العزيز حريصه قوي انها تمسك سبحتها، يعني سبحه كده، وبالذات دايما بيكون باللون الاحمر لا تفارقها. وبالمناسبه انا مره انا بقى يعني انا بالنسبه لي لما طلعت مره فقره عن سبحه دلال عبد العزيز، يعني فانا بس نتكلم عن سبحه دلال عبد العزيز وان هي بالنسبه لها يعني بتتفائل بيها قوي، متمسكه بيها دايما، ما لهاش علاقه بسن على فكره، ما لهاش علاقه ان هي مثلا وصلت لسن معين فهي متمسكه بالسبح، هي فيها فلسفه اعمق من كده شويه، ان هي على طول بتسبح، ان هي على طول متواصله مع ربنا، ان هي بتتفائل باللون او بالحبات بتاعه السبحه او باحجار معينه، فلسفه كده يعني طقس عندها، وبتحضر حتى مقابلات تلفزيونيه او في عزاءات او يعني في الافراح بتلاقيها ماسكاها السبحه دي. على الرغم بقى من الانتقادات اللي تعرضت ليها الا انها كانت دايما تقول انها بتواظب على ترديد اذكار بعينها، وبتستعين بقى بأفكار معينة، اسم الله الحسنى، زي الورد كده، هي عاملة لها ورد قبل قيامها بأي عمل، وبتحس ان هو ده بتتفائل كده بالعمل اللي داخل عليه، حاجة كده نفسية، حاجة كده روحانية، حاجة تخصها يعني. لكن في كل الأحوال شكلا يعني لينا احنا تميزت جدا فكرة انها السبحة الملازماها دي طول الوقت. بالمناسبة في واحدة من لقاءاتها التلفزيونية قالت الفنانة دلال عبد العزيز ردا على فكرة سؤالها عن سبب تمسكها بالسبحة، هي بقى على لسانها هي تقول ان هي بتحب السبح فعلا جدا، وعاملة ورد، والورد ده لو ما خلصتهوش بتكمله في الاستوديو، يعني هي مصرة على الورد ده. والموضوع ده بدأ لما جات لها أول سبحة حمراء هدية، الكلام ده كان وقت تصوير واحدة من المسلسلات، فضلت تسبح عليها وقتها المسلسل يعني لقى نجاح كبير قوي، فقالت لنفسها طالما برتاح في التسبيح وطالما نجح قوي فليه ما اعملش نفسي ورد واكمل في موضوع التسبيح ده، وبقت عاده، بقت حاجه ملازمها كده زي ما بنقول. طيب بدنا نتكلم على الثنائي الرائع ده، ربنا يرحمهم ويحسن اليهم، سمير غانم ودلال عبد العزيز.
خلينا نستعرض كده مع بعض ونفتكر هم تلاقوا مع بعض في افلام ايه. بتهيألي هم من الازواج على فكره القليلين في الوسط اللي تلاقوا مع بعض في اعمال. يعني في ازواج كتير متزوجين مع بعض في الوسط بس تلاقي عليهم سؤال متكرر، هو انتوا ليه ما تطلعوش مع بعض في اعمال؟ لا هم طلعوا مع بعض في اعمال ونجحوا جدا، وعلى فكره يعني مش بس قرفتهم حلوه على بعض، هم لاقيين على بعض، مش لاقيين على بعض في الزواج بس، لاقيين على بعض في الشغل. يعني بينهم كيمياء لطيفه جدا. بس انا عايزه ابتدي بحاجه، انا عايزه ابتدي بالبدايات. يعني احنا دايما نحب نرجع للبدايات. فاول حاجه جمعتهم خالص 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 كانت مسرحيه اهلا يا دكتور، وكانت دلال عبد العزيز لسه صغيره، يعني لسه بتبتدي. هي بتقول ان ده اول عمل ليها. المسرحيه دي كانت سنه 81 زي ما مكتوب قدامي كده، 81. طبعا بطوله سمير غانم والثنائي الرائع جورج سيدهم رحمه الله عليه. سمير غانم وجورج سيدهم بيدوروا بقى على وش لطيف كده، فكانت الفنانه دلال عبد العزيز. بالمناسبه كان فيها مجدي كامل المسرحيه وفيها ابراهيم نصر وكانت اخراج حسن عبد السلام. بس اللي جابها جورج سيدهم ودخلت هي، كانت دي بدايتها. ومن ساعتها بقى وقعت الفاس في الراس كده زي ما بنقول. هي شافت سمير غانم فقالت هو ده، هو ده الهدف. زي ما ارجع اقول يعني حسب وصفها، حسب المفردات اللي بتستخدمها، هي حبته، هي شافته حبته واصرت انه يكون هو ده شريك الحياه. لكن سمير غانم كان عنده راي تاني، كان عنده راي ان هو يعني بيحب يلهو شويه، مش حابب حياه المسؤوليه والزواج يعني. لكن هي يا دلال عبد العزيز شرقاويه، وزي ما قلت يعني متمسكه بقيم الاسره والاولاد، وانها تعمل بيت وانها يكون عندها زوج تتسند عليه وتسند عليها، وكانت حابه تكبر المعاني دي معاك. يعني حاولي، هي تعبت معايا في الاول حاجه كتير، لكن في الاخر يعني انا بحترمها جدا لانها بجد عملت اسره حلوه. يعني عملت اسره حلوه واسره متفرده، موهبتها طاغيه واضحه لكل الناس، ناس كلها بتحبهم. فبحترم فيها جدا الحقيقه حاجه زي دي. بتشوف ان مش عيب، يعني مش عيب لو انت حبيت حد يعني تقول له ده وتسعى لهدفك. يعني لو اعتبرنا ان الجواز من حد انت بتحبه هدف، اعمل كده. هي عملت كده، يعني هي الفلسفه دي. هي ما كسفتش مثلا ان هي بنت وتروح تقول لراجل يعني ونجم كبير ومهم وله قيمته ان انا بحبك وعايزه نعمل اسره مع بعض وعايزين نكمل حياتنا مع بعض، وان هو يهرب منها كتير وهي مش شايفه قدامها غير حاجه واحده. معرفش ساعتها هي كانت شايفه بقى الاسره الحلوه دي، يعني شايفه ان هم العمر هيطول بيهم وهيعملوا اسره حلوه كده ويكملوا مواقف كتيره صعبه مع بعض. افتكر اخر لقاء لسمير غانم كان ساب رساله حلوه قوي لدلال عبد العزيز، ان هو شكرها فيها. لما سئل يشكر مين، قال يشكر دلال عبد العزيز لان هي شالت الاسره دي، هي السبب في حاجات كتيره حلوه للاسره دي. حتى قال لها شكرا يا دولي. انا فاكره الكلمه كويس، لانه هي يعني دايما يقول لك الست هي عمود البيت، وهي ما كانتش بس فنانه قديره، لا هي كانت ست يعني ست زي ما بقول شبه كل امهاتنا، فكانت شايله البيت ده جدا، شايله الاسره دي جدا. فما نستغربش انه مش بس اولادها او مش بس اسرتها او مش بس اصدقائها المرتبطين بيها والزعلانين عليها. انا متاكده مين كان الرقم اللي بيتفرج دلوقتي عليا، يعني 40,000 50,000 مين كان اللي بيتفرجوا عليا، وهو رقم كبير، دول كلهم دلال عبد العزيز تعني لهم شيء كويس، بيفتكروها بكل خير، بيفتكروا لها مشاهد حلوه. حتى بالنسبه للمشاهد الحلوه، انا ما افتكرش ما شفتش دلال عبد العزيز مره في مشهد خارج، شفت دلال عبد العزيز مره في دور مش كويس. لا ارتبط اسمها بمشاكل ولا ارتبط اسمها باعمال مش لطيفه او مشاهد مش كويسه تاذيني انا، او انا بتفرج على كل اعمال دلال عبد العزيز وانا في وسط اسرتي واحنا في وسط اسرنا او اطفالنا. ويعني دي حاجه من مفرداتها او من القيم اللي عندها الحلوه، واللي بعتقد بحس الحاجات دي ورث كده. انا بيبقى عندي قيم كويسه بورثها لاولادي واولادي بورثوها لاولادي. وعشان كده بقولت تاني انه الاسره دي كده فيها شيء، فيها قيم حلوه، فيها ومشتركه يعني بينهم وبين بعض، متناقله من جيل الاباء لجيل الاولاد، وان شاء الله مكمل يعني. طيب احنا الحقيقه قاعدين بنستدعي يعني الكثير من المواقف لدليل عبد العزيز، ومتهيألي العنوان الاول لحياتها مع سمير غانم بقصه العشره الطويله دي، لانه احنا كده كنا نستدعيها يعني. بس فكره ان الوفاه بينهم يعني قليله قوي، وقت يعني الفرق بين وقت وفاه سمير غانم ودلال عبد العزيز مش كبير، والحقيقه الخبر صادم.
الحقيقة الخبر صادم جدا وما كانش متوقع. كانت تعبانة كانت عيانة، بس لا يعني الله يرحمها ويحسن إليها. برضو دليل عبد العزيز ليها الكثير من المواقف الوطنية، يعني مش بس عزاءات ومجاملات وأفراح، لا لا لا، كانت بتقول اختياراتها في الانتخابات، كانت تنزل تنتخب، وبنشوف كنا بنشوف ده كتير يعني، وبالنسبه لها ده اللي بتشوفه الاصلح، يعني اختيارها اللي بتقوله على العلن طبعا وجهه نظرها بتشوف ان هو الاصلح. في ناس كتير جدا ما تسالها عن اختياراتها، انا بتكلم في الشان السياسي اكتر يعني، ما تجاوبش، تبقى في السيف سايد، ما تحبش انها تتكلم يعني. لا دليل عبد العزيز من الناس اللي كانت جريئه جدا في حاجه زي كده ومتواجده، مش بس ان هي بتقول يعني، هي تنزل وتتواجد وتدلي بصوتها ان كانت المناسبه السياسيه يعني، مش حاضرني مناسبه معينه بس احنا في كل الاحوال واحنا بنتكلم معاها، احنا معانا لقطات ارشيفيه ليها وهي برضو بتعمل ده يعني، ليها وهي بتنتخب. فخلينا برضو لقطات كده حصريه لليوم السابع، كان مصورها فترة طبعا ليها الله يرحمها. خلينا نشوفها مع بعض كده، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. اتفضل. انتخابات البرلمان ما كسلتيش زي ما بنقعد نطالب بحقوق الانسان، في حاجه اسمها واجبات الانسان، واجبات المواطن، فاهم حاجه ان المواطن يؤدي الواجب اللي عليه عشان يعرف ياخد الحقوق بتاعته بعد كده. فانا زعلانه لو في حد ما نزلش، لازم كلنا ننزل ونقول صوتنا ونختار اللي احنا عايزينه. وطبعا احنا فاهمين هنختار مين، الناس اللي ليهم هيبقى فيهم ليهم شخصية ومخلصين للوطن، دول اللي انا اخترتهم. انا اخترت 2 بيحبوا مصر قوي وبيكشفوا اي فساد، ولازم نختار الناس دي. وقائمة برضو بنفس التركيبة معروفة طبعا. طب انت عارفة ان الاقبال كان ضعيف النهاردة، ايه رأيك في الموضوع دوت وتقولي لهم ايه؟ انا زعلانة، معرفش ايه الاسباب يعني، الناس تفضل تقول لك وتنادي انهم عايزين حقوقهم، وبعدين لما نيجي نقول اصواتنا ونعمل اللي علينا ويرجعوا بعد كده يلطموا ويعيطوا ويصوتوا ونرجع ننزل ومظاهرات وبتاع، ليه؟ خلاص احنا ما صدقنا البلد بتشم نفسها وبتستقر، وربنا يحمي القوات المسلحه بتاعتنا كلهم من كبرهم لصغرهم، ولرئيسنا لكل مجلس الوزراء، وعشان نبقى مجلس نواب بقى محترم يعني. لا اقول لهم انا زعلانه جدا، انا حزينه عليكم، وانتوا اللي بكره هتحزنوا وتندموا انكم ما نزلتوش. لازم كل مواطن ينزل ويقول صوته ويختار الراجل المناسب في المكان المناسب او الست المناسبه. طبعا انا بشجع المراه لو اني ما استخبتش مراه، لاني ما اعرفش في المنطقه بتاعتنا، انا عارفه 2. طيب شفنا المشاهد دي، طبعا هي خاصة باليوم السابع وكانت في وقت انتخابات معينة،
يعني نستدعي معاكم مشاهد. انا الحقيقه بتفرج معاكم على الكومنتات الخاصه بيكم اللي بتقولوها على لو انا معاكم دلوقتي على الهوا. في ناس مش بس رجعت فكره ان هي راحت لسمير غانم، في ناس رجعت ان هي راحت لصديقه عمرها رجاء جدا والله يرحمها. عجبني كومنت قوي، في حد كاتب ان هي ان شاء الله تحتسب من الشهداء لانها قعدت كتير فعلا بتعاني من الـ من الـ من المرض. وبالمناسبه انا زميلتي اسراء عبد القادر بتقول لي انها دار الافتاء قالت حاجه زي كده، يعني بتقول لي ان قالت انه لما حد بيكون متوفى بكورونا، هي مش بس متوفاه بكورونا، يعني هي قعدت كتير بتعاني من اعراض ما بعد الكورونا، يعني يعني لها درجات كتيره بالتاكيد. واي حد بيموت بمرض بيقعد كتير بيعاني منه، طبعا ده بيزيل عنه الكثير من السيئات وان شاء الله. يعني انا بس يعني لفتني الكومنت ده. هي ايمان بدري بتقول ان شاء الله تكون من الشهداء، قد تكون من الشهداء نظرا لظروف مرضها طوال هذه الفتره وباء كورونا، وربنا ان شاء الله يخفف عنها ويعني يجعله في ميزان حسناتها. انا عايزه اقول لحضراتكم انه انا بيتابعني الالاف قبل بس ما نختم حضراتكم على تلفزيون اليوم السابع، اهو انا فاتحه الموبايل مع حضراتكم، كلها دعوات محبه، كلها ناس بتقرا لها الفاتحه، كلها الناس زعلانين عليها جدا، اهو انا بقرا من حضراتكم. فكتر خيركم جميعا وتستاهل واكتر، تستاهل اكتر. عبد العزيز الله يرحمها ويحسن اليها. انا حزينه والله ان انا بطلع من حضراتكم بالخبر ده، يعني بس يعني انا بقول لكم لانه ده رد فعل طبيعي، يعني رد فعل طبيعي اللي شفناه منها، مشوارها الفني، لمواقفها الطيبه ومساندتها لكل الناس، لكل احبائها. مش عايزه اقول يعني اقول حكم دلوقتي، اللي هقوله يبقى حكم عام، لكن بنشوف كتير فنانين بمجرد اختفائهم او بمجرد ما يصيبهم مثلا ظروف معينه ما حدش بيسال عليه. دلال عبد العزيز مش تكرار كلامه خلاص، هي دائما بتقدم الولاءات، دائما صاحبه الواجب. فعشان كده عايزين نختم حضراتكم واحنا بنودع صاحبه الواجب، يعني وداعا صاحبه الواجب دلال عبد العزيز رحمه الله عليكي. بتستاذنكم تطلعي تاني تقرا الفاتحه مره اخرى. شكرا لمتابعه حضراتكم، لكن بالتاكيد كل احنا ما عندناش دلوقتي معلومه عن الجنازه، ما عندناش معلومه عن العزاءات، لكن اعتقد في غضون يعني وقت قليل جدا هنطلع معاكم التلفزيون اليوم السابع بكل التفاصيل وتغطيه حيه وبث مباشر لحبيبه الجميع، من الفنانات القادرات، الفنانات اللي بشوفهم الجوكر زي حسن حسني كده، يعني مفيش عمل الا لازم تكون هي بتضيف له عمل، هتكون فيه الخاله، هتكون فيها الام، هتكون فيها الجاره او الصحبه اللي انت بتسعد بوجودها وبتحس ان هي منك، ومفيش مره فشلت انها تؤدي هذا الدور لانها هي اصلا كده، يعني هي اصلا سماحه وشها وبساطتها وعفويتها يليق بيها دائما الادوار اللي شبه كده. رحمه الله عليها، وداعا صاحبه الواجب دلال عبد العزيز. شكرا للمتابعه، الى اللقاء.